مساء الفل كابتن احمد، مساء الفل كل من يتابعنا على قناه الاهلي، وشكرا على الدعوه. اهلا وسهلا بيك. بدايه خليني اروح للقاء الذهاب قبل ما اروح للقاء العوده، يعني ردود الافعال، وانا عارف طبعا انه يعني في ردود الافعال على 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 كل المستويات، على المستوى الاعلامي، على مستوى الجماهير، حتى على مستوى اداره الترجي التونسي. ازاي شفتوا الخساره بثلاثيه، وايه هي فرص وحظوظ اشقائنا في تونس والترجي وهو جاي القاهره طبعا، والاهلي بيستعد لاستقبال بعثه الترجي في مواجهه الجمعه المقبله؟ خلينا نبدا لك اول حاجه بالمواجهه وردود الافعال، خاصه كانت سلبيه من الجميع، سواء صحفيين اعلاميين او حتى جماهير الترجي واداره النادي. حقيقه صحيح انه النادي يعيش فتره صعبه جدا، ونظرا لعدد العوامل من ابرزها عدم قيام بالانتدابات وتقليل عدد اللاعبين المهمين والاصابات، ممكن كيف غياب الجماهير على المقابله، ولكن لم ولا شخص اتوقع انه يشاهد الترجي بالوجه هذا ضد الاهلي. يعني شاهدنا حقيقه فريق شبح للترجي، يعني الترجي وتاريخه في المستوى في الشامبيونز ليج، يعني كانه نساو اللاعبين، لاعبين يعني ما كانش مروح حقيقه. شخصيا ما توقعتش اني نشوف الترجي بالوجه هذا، رغم كل شيء حكيت لك عليه. يعني ما شفناش اي رياكشن من اللاعبين، شفناش اي بوادر انه يحاولوا انهم يصلحوا في المقابله او انهم يعودوا في المقابله ضد منافس حقيقه الازمه النادي الاهلي اللي كان منظم برشا في على جميع الاصعده، وهذا اللي خلى المدرب بالمعلوم ما يلقاش حتى حل. كما قلت لك الاصابات اسمح لي استاذ محمد، يعني انا بعتقد انه الترجي واحد من اكبر انديه القاره، وما اعتقدش حتى انه غياب لاعبين بحجم وبقيمه حمد الهوني او الشعلالي او بن شريفيه تؤثر بهذا الشكل على فريق بحجم واسم نادي الترجي. صحيح النادي نقول النادي الكبير ما يوقفش على حتى لاعب، ولكن لما تقع لاعبين كوادر يغيبوا لك ما تقعش على ارضيه الميدان، كل لاعب تقع على ارضيه الميدان لاعب فقط، يعني متوج بدوري الابطال اللي هو فوسيني كوليبالي، يعني مع لاعبين جدد ما تحطوش وضعيه كيما هكا، كيف يكون صعب جدا على الفريق ولا لاعبين انهم باش يكونوا في يومهم او حتى يحاولوا ينجحوا في النتيجه. انا كيما قلت لك الفريق الكبير ما يوقفش على حتى لاعب، لكن كيف هيرو اللي حكينا عليهم بقى انهم توجوا بدوري الابطال، بقى انهم تحطوا في وضعيات صعبه عشان النادي في وقت الاوقات. يعني دورهم كان مهم، وخاصه الحارس معز بن شريفيه. يعني طب ده فيما يتعلق باللاعبين، طب ازاي بتشوف او ازاي استقبلتوا خبر استقاله نبيل معلول؟ هل ده امر متوقع بعد الخساره من الاهلي بثلاثيه في دور قبل نهائي بطوله دوري الابطال، ولا الخبر كان او الاستقاله ما كانتش في التوقيت المناسب، وخصوصا انه الترجي مقبل على مباراه اصعب من المباراه اللي خاضها في تونس مع الاهلي هنا في القاهره؟ هو كل واحد كيفاش يشوف التوقيت نتاع الاستقاله نتاع نبيل معلول. جماهير الترجي شافتها انه حان الوقت لخروج معلول من اسوار النادي. كيف كيف بعض الاعلاميين شافوا انه خلاص يعني معلول ما عاد عنده ما يقدم حتى اضافه للنادي. لكن شخصيا وهذا موقفي الشخصي، شوف انه نبيل معلول كان من المفروض انه يغادر الترجي منذ نهايه المرحله الاولى من البطوله. خاصه انه الترجي عاش مقابلات، خاض مقابلات سيئه جدا في دوري الابطال، نحكي يعني حتى في المقابلات الاخيره في مرحله المجموعات. الترجي ما قدمش مقابله كبيره في الدوري اللي سبق الدوري هذا ضد شباب القبائل، وشفنا انه شباب القبائل حاجه الترجي في تونس، خاصه ممكن ياخذ بطاقه التاهل. معلول حقيقه ما لم يقدم اي اضافه للفريق، يعني معلول اللي نشوفه شخصيا انه يتحمل مسؤوليه كبيره في النسخه هذه السيئه للترجي. معلول لم يقم باي انتداب في المركات الشتوي رغم توفر اسم ممتازه في السوق التونسيه المحليه. معلول قام باخراج عدد اللاعبين يمكن نجم يقدموا اضافه للترجي واعطاهم الانديه الاخرى. معلول ما قامش باي انتداب في المركات الشتوي كما قلت لك، وتعلل بانه الرصيد البشري الحالي يكفي للتشامبيونز ليج وللبطوله، وهذا ليس العكس نتاعو. معلول يتحمل مسؤوليته في الاختيارات باقصاء للاعبين، معناتها نقولوا احنا رجعهم في الفتره هذه وهم بعاد على المنافسه، خاصه نحكي على رشيد العساوي
او انيس البدري اللي غاب مده كبيره على التأهل. طب كفايه على الكابتن نبيل معلول لغايه كده، خليني اخدك لماتش الجمعه. هل متوقع عوده اسماء كانت غايبه عن المواجهه الاولى؟ هل متوقع عوده يعني اسماء من المصابين اللي غابوا عن مشاركه الترجي في المباراه الذهاب؟ لا، هو نفس الاسماء اللي غابت في مقابله الذهاب هي بتكون غابت في مقابله الاياب، يعني كل نفس الفريق مش تحاول القاها، فقط مش يكون غياب هيئة بوشنيبر، باش يكون عضلة المنتخب التونسي الأواسط. في المقابل ستشهد التشكيلة تواجد غاز الوهابي رغم أنه موجود، باش يكون عضلة المنتخب، لكن وقع الاتفاق بين الترجي والجامعة التونسية أنه يكون عضلة الترجي في المواجهة. طيب ايه المطلوب من الترجي في ماتش يعني هل مطلوب من الترجي الدفاع عن حظوظه في التاهل، وهل بيرى التوانسه انه ما زالت هناك حظوظ للترجي في التاهل امام الاهلي في القاهره، ولا المطلوب هو رد اعتبار، ولا المطلوب هو انه ما يرجعش من القاهره بهزيمه قد تزيد من معاناته في ما هو قادم؟ يعني انت هيك يبدو انك جاوبت على السؤال يعني وحدك وحدك. ده انا بقى انا بديك الخيارات والاجابه على مسؤوليتك. لا لا ممتاز، ديما الاجابه على مسؤوليتي. شخصيا نشوف انه شخصيا في كره القدم وقاموس كره القدم لا يوجد كلمه مستحيل، يعني ترجي وقيمته وحرارته وتاريخه في المسابقه وفي فريق، يعني مش يكون مطالب انه يمشي باش يتنقل للقاهره الدفاع عن الحقوق بتاعه، يعني لو جيت تأهل نخدم ديما نقول لك صعب لكن مش مستحيل، قد جيت تأهل. لكن على اللاعبين يعني إعادة القيمة وإعادة هيبة النادي الموسيقى، يعني مش سهل أنك ترجع، يعني كما قلت لك تاريخه وعلاقته ينهزم بالأداء وبالنتيجة هيك مقابلة اليد ضد منافس اسمه الأهلي. أيوه مشي لمصر تلعب حظوظ الكل، يعني مطالب أنك ما تحاولش يعني تظهر بنفس الوجه اللي صار به في مقابله الذهاب. انا نسيت بصعاد المدرب المشرف على الفريق باش يكون في مهمه صعبه جدا وفي موقف لا يحسدوا عليه، يعني لا قدر الله تكون هزيمه عريضه قاسيه باش هو باش يتحمل المسؤوليه نتاعها باش يكون هو في مامه الانتقادات. عندنا لاعبين شعور المسؤوليه، مش مهم انك تتاهل او انك تكون بريمونتادا، المهم انك ما تحاولش يعني كما قلت لك تعاود النسخه نتاع مقابله الذهاب تعاودها. هذا المهم بالنسبه للترجي واللاعبين اللي لازمهم يشعروا بالمسؤوليه، يعني ويشعروا بجماهير النادي اللي ضحات واعطت يعني ووقفت للنادي في الشدائد. طيب مفهوم طبعا. سؤالي الاخير متعلق حقيقه بعيدا عن الاهلي والترجي، انا هكلم يعني على واحد سفير للكره التونسيه في مصر الحقيقه، ودخل مش بس دخل قلوب، ده تربى على 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 عرش قلوب الجماهير الاهلاويه، هو علي معلول اللي بقى ابن النادي الاهلي ومشوار علي الناجح. ازاي بتشوفوا مسيره علي معلول نجم الكره التونسيه ومن بعده طبعا محمد الضاوي كريستو في النادي الاهلي في تونس؟ يعني نبدا لك بعلي معلول ملك الحلول. ايوه كما تقول جماهير مصريه اسرع ديليفري في مصر، اسرع ديليفري في مصر. لا هو بيقول لك حاجات كتير قوي بس في حاجات ما ينفعش تسالها على الهواء. الحلول صحيح اكيد. علي معلول مش انا بجي نحكي على علي معلول، قدم النادي الاهلي، يعني معلول يعني جماهير اهلاويه واصبحت تشك بانه تونسي، يعني كانه مولود وعايش في شبهه. متفق معاك جدا حقيقي حقيقي حقيقة، يعني وكأنه مصري، يعني وكأنه يعني لعب في الأهلي ومنذ السنوات، يعني منذ بدايته وهو ابن النادي. صحيح ما شاء الله، يعني مش ما نقولوش حاجة أخرى، يعني أفضل محترف دخل النادي الأهلي في العشر سنوات الأخيرة حقيقة، يعني تتويجاته وأرقامه ومشيئته نموذج بصراحة، نموذج جوه الملعب وخارج الملعب الحقيقة، يشهد لي يشهد من أحسن اللاعبين. صحيح تأقلم بسرعة مع النادي الأهلي، يعني شخصيا لما وقع مع الأهلي في 2016 ما كنتش متوقع أنه باش يوصل بعد 7 سنوات يكون هكا بالنسخة هذه، يعني صحيح مسؤول عاشق للنادي الأهلي أهلاوي، علي معلول أصبح حقيقي. أهلاوي في النادي الأهلي وأصبح تاريخ الحقيقة واحد من أهم اللاعبين اللي جم الحقيقة على مستوى المحترفين. صحيح في تاريخ النادي الاهلي. ضيفي النهارده نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح، معاك يا استاذ محمد، كان حابب يتكلم معاك ويسالك في اكتر من نقطه. اتفضل كابتن اشرف. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن.
سؤالي بس عن ورؤيتك بالتأكيد هناك ومتابعتك لنادي الترجي، التعيين كابتن أنيس البوسعيدي وهو مدرب واعد الفترات اللي جاية إن شاء الله مع الترجي، شايف إنه يعني نادي الترجي فقد المنافسة على البطولة أفريقيا والدوري والبطولات المحلية، ولا شايف إنه، لأنه أعتقد إنه بعد خسارة الخسارة أمام النادي الأهلي وفقدان شوية الأمل بنسبة يعني كبيرة وابتعاده شوية عن المنافسة في الدوري التونسي، أعتقد إن كان من الأفضل إنه الترجي التونسي يكون عنده رؤية أخرى في التعاقد مع مدير فني يعني بسي في أكبر شوية، رغم إن كابتن أنيس من المدربين الواعدين جدا جدا في تونس. شايف رؤيتك إزاي؟ يعني هل فقد الأمل ولا؟ واسمح لي أشرف كمان أضيف على نفس السؤال فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد، انه سمعنا انه باتريس كارتيرون واحد من الاسماء المرشحه لتولي المسؤوليه ايضا في الترجي التونسي. ماشي، خلينا نبدا بالنسبة عادي. عادي وقعت عينه في الترجي كاسم مؤقت بعد حيل كوتش نبيل معلول، هو باش يكون باش يقود الفريق يوم غدا يعني يوم الجمعه في مواجهه الاهلي. نسبة عادي ممكن من الموجودين على البنك في الترجي ممكن احسن حلول لاداره المقابله، خاصه انه موجود في الفريق منذ الموسم اللي فات، يعني هي عارف المجموعه مجموعة ما تغيرتش برشا في الترجي، يعني تبني نقاط إيجابية. بالنسبة لسعادي من المدربين التوانسة القلائل اللي عنده شهاء لكل التدريبية سواء الأوروبية أو الإفريقية، بما أن نقاط ممتازة برشا، مدرب يستنى في مستقبل واعد. كما قلت لك يعني الحاجة باهية أنه يعطي المجموعة، رغم أنه باش يكون كما حكيت في وقت سابق باش يكون في موقف حرج جدا ولا يحسدوا عليه، خاصة لا قدر الله فريق خسر بنتيجة كبيرة، لأنه كل اللوم الكل سيقع على إنيس البوسعادي. طبعا. بالنسبة للترجي، الترجي مش باش يكمل بإنيس البوسعادي، الموسم هذا مؤكد بنسبة كبيرة، باش يكون ثم مدرب. كارتيرون مرشح يا أستاذ محمد، كارتيرون واحد من الأسماء المرشحة أو في قناة صحيح. مرشح. باتيس كارتيرون مدرب السابق للاهلي كان مرشح لنادي الترجي. ايوه. بحسب المصادر موثوقه جدا، ممكن باش يكون حل في الترجي. كيف فما الكوتش معين الشعباني من الاسماء المطروحه للعوده للترجي. كابتن معين الشعباني كمان. طبعا. لكن الاشكال في الترجي في نقطه يعني يتجاوز المدربين، رغم كما قلت لك تقع مسؤوليه كبيره على نبيل معلول، لكن الاشكال في الترجي اعمق برشا من مساله المدرب. صحيح. استاذ محمد سعيد فهمي الصحفي طبعا براديو ام اف ام التونسي، بشكرك شكرا جزيلا، كل الشكر ليك طبعا وكل التقدير لنادي الترجي التونسي، واحد يظل واحد دايما من كبار القاره، ونتمنى انه يستعيد يعني مستواه في اقرب فرصه.